وغيره، لكن إن شاء الله وأنها تكون بادرة للكل والمثال يحتذى للكل. يعني الإنسان لما يغادر مكان مش بشرطه فيه مشكل، لا فيه شيء ثاني، الله يوجه، الله يوجه خير. هشام، وهذه نقطة اني اوضح انه انا تركت الجزيرة الرياضية، او ما اقول تركت لانه كلمة تركت كلمة كثير صعبة حقيقة بالنسبة لي، لكن اقول انتقلت من مكان الى مكان. طبعا الاخوان في ادارة الجزيرة الرياضية يعرفون تماما وقدروا ظروف عودتي الى دولة الامارات، طبعا البحث عن المزيد من الاستقرار مع العائلة طبعا. لكن انا دائما اقول الشخص اللي يبغي اللي يحب يعلق هذا هو المكان المفضل للتعليق، الجزيرة الرياضية اعتقد هي المكان المثالي للتعليق. لكن تعرف هشام في امور كثيره في الحياه التعليق ما هو كل شيء بالنسبه لنا. فشكرا جزيلا هشام، احب اشكرك طبعا. أليساندرو يريد ان يقول شيء لعلي سعيد. انا اريد ان احيي علي. انا سعيد جدا لانه هو علق على اخر مباراته على فريقه المفضل، وفريقه المفضل فاز 5-1. نعم، وكان من الصحيح ان يترك الجزيره الرياضيه بعد فوز لفريق اليوفنتوس، وهو سعيد ومبتسم لان فاز يوفنتوس. كان من المؤسف ان يترك الجزيره الرياضيه واليوفنتوس في السيريا بي، اما الان بامكانه ان يترك جزيره ويوفنتوس في السيريا. واتمنى لك حظ سعيد وعمل طيب، وطبعا الجزيره سوف لن تنساك ابدا. ولك ايضا تحيات تشيزاري مالديني، وطبعا كامل الفريق الموجود في ميلانو اللي تعرفت عليه، ألان برايد، متري، لغير ذلك من الشباب، زميل حسين ياسين، وكل طبعا الزملاء. علي، كل التوفيق، نتمنى لك في المهمة القادمة. أكيد أننا سنتقابل، شيء أكيد ننتظرك وبفارغ الصبر، وفي مباراة الديربي يوم 23 ديسمبر إنتر ميلان في سانسيرو، لكي لا نغير العادات. يعني هشام مكاني موجود في الديربي ان شاء الله على راس. الله طبعاً. يحفظكم يا رب. شكرا جزيلا علي، بارك الله فيك. شكراً. مشكور طبعا، والى اللقاء، نلتقي باذن الله في مناسبات سعيده. ومبروك، مبروك مبروك. اوكي، مبروك. الى اللقاء سعيد، وكل التوفيق، ونلتقي باذن الله في مناسبات سعيده في اقرب وقت ممكن. شكرا. كان هذا إذن علي سعيد الكعبي الذي يودع الجزيرة الرياضية. طبعا كما استمعتم إلى كل الحديث، أليساندرو، يوفي، ليفورنو، تحدثنا على كل شيء يعني.